في المرحلة الثالثة من مشروعنا بدنا نضيف للمستخدم خيار إنه يزيد كلمات جديدة على الفايل، فيعني كل ما يتعلم كلمات يضيفها وبعدين يكون قادر إنه يتمرن عليها. فخلينا نضيف تكست بوكس كمان واحد. اثنين تكست بوكسز جداد. واحد للكلمة بالانجليزي وواحد للكلمة بالعربي. يكون في بوتون اد. تكستها راح يكون اد. خلينا نعدل الاسم تاعها هنا English TXT وهنا Arabic TXT. وهاي النيم تاعها نخليه Add Button. تمام. قبل هيك بدي أضيف شغلة على Load Data Button. أنا في هاي الحالة مفترض إنه أكيد عندي داتا فايل، يعني هذا الداتا فايل أكيد موجود عندي، ولكن نفترض إنه البرنامج اشتغل لأول مرة في كمبيوتر جديد ما كان فيه داتا فايل. فأول إشي لازم أتأكد إذا إنه موجود أو لا. حتى أتأكد استخدم F System dot io dot file dot exist داتا باث هنا إلس. طيب إذا كان موجود حتى هذا السطر لازم أنا أضيفه للكيس إنه كان موجود. إذا كان موجود اقرأه ووزعه على الليست وبعدين شغل البرنامج واعمل أبديت كارد، كله راح يكون إذا كان موجود فقط. إذا ما كان موجود وأنا رحت أقرأه ممكن يعمل لي هذا الشيء إيرور، فراح اطلع له ايش مسج بوكس دوت شو there's no data file please add a word. خلينا نجرب load data، عمل ليها load ما في مشكله. خلينا نمسح الداتا فايل، نعمل ديليت ونشوف شو راح يطلع لنا لما نكبس لود داتا. There is no data file please add one. طيب في الحاله انه فقط اذا كان في فايل خذ لي الداتا، ما كان في فايل طلع لي هالمسج. راح نيجي هون للاد ووردز. الاد ووردز راح يكون للبوتون مهمتين، اذا كان في فايل اصلا ضيف لي عليه كلمه جديده، واذا ما كان في فايل اعمل فايل جديد داتا فايل جديد وضيف عليه الكلمه. خلينا نيجي على الادبوت نعرف تو سترينجز، سترينج نيو انجلش نيو عربيك، هذول الكلمه العربيه الجديده والكلمه الانجليزيه الجديده. نيو انجلش يساوي انجلش تكست دوت تكست، والنيو عربيك عربيك تكست دوت برضو تكست. تمام، هيك اخذنا محتويات التكست بوكسز. الان راح نعمل هون نفس العمليه، انه نجيب الداتا باث ونتاكد اذا كان موجود، وبرضو الاف ستيتمنت نسخها نفسها هي ايش هاي. تمام، هنا إلس. إذا كان في أصلا داتا فايل موجود ضيف لي عليه الكلمات الجديدة، وإذا ما كان فيه راح يكون هون إني إيش أعمل فايل جديد وأضيف عليه الكلمات. طيب حكينا هنا أول إشي لازم أعرف
ايش كان فيه بالتكست بوكس سوري بالداتا فايل القديم واضيف عليه محتويات التكست بوكسز. فراح اعمل انا سترينج ثالث هو اول تكست. اول تكست راح اخذ فيه محتويات الداتا فايل قبل ما اضيف عليه الكلمه. system dot file dot read all text data path. بعدها راح من system dot io file dot write all text انا لما اعمل هيك بعمل update زي كاني بعمل update للداتا فايل. ايش راح اول شيء راح اخذنه انا في الداتا باث نفسه. ايش راح يكون محتوياته؟ راح يكون محتوياته اول شيء الاولد تكست نفسه القديم زائد الكلمات الجديده بس بنزل سطر ف environment dot new line بتنزل لي سطر زائد النيو انجلش. انا هون كاني طيب هاي لازم تكون نيو انجلش تمام. environment new line زائد environment dot new line زائد new Arabic. هيك أنا راح أضيف الكلمتين الجداد على الداتا فايل تاعي. في كمان شغلة بدنا نضيفها اللي هي الإنكودينج. حكينا إحنا لما أستخدم كلمات عربية الإنكودينج مهم بالنسبة لي. فبستخدم encoding dot unicode كبارامتر ثالث optional لل write all text function تمام. else راح استخدم نفس هذا line تقريبا write all text. اذا كان في ملف موجود بتكتب فوقه، واذا ما كان في ملف بتسوي ملف وبتكتب فيه. هي راح تنفعنا على الجهتين. الفرق هون انه ما في عندي اولد تكست وما في عندي سطر، وراح يبدا الفايل الجديد تاعي بالكلمتين اللي انا اضفتهم جديد والانكودنج نفسه. هيك المفروض تكون عندنا الامور جاهزه. خلينا نجرب. طيب نيجي هون نشوف. اول شيء بعمل لود داتا، there's no data file. اوكي خلينا نضيف كلمات جديده مثلا building مبنى هاد. مفروض انه تمام عمل لي داتا فايل جديد فيه الكلمات تاعتي. الان انا بعمل لود، يعمل لي لود للكلمه الجديده. خلينا نضيف كمان كلمات مثلا فورس سون هاد. نجرب نعمل لود نيكست building تمام. رح نلاقي هون ايش في مشكلة، هو ضاف لي الكلمة وهاي المفروض صح، بس هاي الكلمة مكررة مرتين. السبب هو انه انا لما اجي للود بوتون بضيف على الليست تاعتي، بس اذا كان فيها اصلا المحتويات بضيف فوقهم. فالاصل ان انا لما اعمل لود بوتون اني افضي الليست انجلش دوت كلير فض الليست عفوا وبرضه بدي افضي الليست العربيه فالليست دوت كلير تمام. هيك انا بفضي الليست تجنب هاي المشكله. الان خلينا نعمل لود، اضف لي الكلمتين اللي اضفتهم في البرنامج السابق بعدهم موجودات. خلينا نضيف كلمه ثانيه مثلا ايش هوب عمل هاد ونعمل لود، ما راح نلاقي انه اضافها بالطريقه الصحيحه. بدي اعمل برضه هون شغله، لما اعمل اد بدي اياه يمسح لي هذول التكست بوكسات، ما بحتاجهم يضلوا موجودين. الانجليش تكست دي دوت تكست
اسف text يساوي quotations الفاضية، وهيك لما اضيف كلمات جديدة مثلا word كلمة بلاقي انه فضة، ولما اعمل له data بلاقيها موجودة. هيك بنكون انهينا المرحلة الثالثة من برنامجنا. يعطيكم العافية.